وخر وخر شو بتسوي؟ يا جعني ما خل والله كبتك يا ولد بقعد لاني اعرف انك اذا تحركت بتوجعك خليه يجي بس هذا ما يا ولد اشيل انا اقول مد حمد انت حمد مثل الحصان قال لي الحصان سبحان الله العظيم شوف البعير اللي ركبته لو انه يحذفك وهو يجري ما يجيك شيء سبحان الله شوخ بس اي ما يجيك شيء بس الحصان لو تطيح وهو واقف جاك شيء سبحان الله وش الواحد اكثر واحد خيول اي يا رجال صحني صادق ان عقوبه قاعد 3 أيام ركض في المستشفى اعوذ بالله بعد فيصل بن هدلان كان عندنا فيصل بن هدلان كان عندنا يا لا نفتاك لا 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 فيصل بن هدلان يا محمد فيصل بن هدلان كان عندنا خابر كان معها هدلان الحصان حقه تخيل جاي يبي ذا الازرق لا ابيض وش تسمون لونه ازرق ازرق ابيض هو لونه اي ازرق لا تسمونها اصفر لا تسمى ازرق الاصفر يختلف عنه والله الاصفر اللي هو البني صح؟ طيب والسالفه؟ دقيقه بس خلني ها؟ الاصفر يجي لونه بين البني وبين الاسود طيب واللي لونه ازرق انصدق ازرق ما في ازرق لا فيه ما في ازرق طيب الازرق فلبل عرفت اللون؟ عرفت الازرق فلبل؟ لا فلبل ما لا تسالني عنه ما اعرف اي لان الخيل يا ولد عكس الالوان اللي لونها ابيض ما ادري ايش يسمونه واللي لونها اسود ما ادري ايش يسمونه طيب اسلم كمل المهم ويطلع من المسجد بعد صلاه المغرب ولا العشاء بيروح عندها اتوقع بيركب ما ادري ايش ولا المهم دوف في كتف فيصل بن هدلان بالراس تلعب براسها لا ما تلعب ولا تلعب والله تلعب بس كسرتها ايده كسر مو هو بكسر اخلعت ام ضربته ضربه من هنا طاح يده كذا ما عاد يقدر خلاص طلع المستشفى والله العظيم انه يوري عنده جرح مش كبرى هاك اليوم ورفست صقر ابن بلال على رجله ابدا مو مطبع زين شوف هاك اليوم اي عفن طلع عفن بيوم التشيش ويروح محمد طواله على مربط صور لك قلت محمد لا تركب قلت انت من تخيل لا تركب الخيل هذا حار واضح من وقفته قال لا ما عليك الوكاد شوي الا مرسل لي مقطع محمد طواله ايش مسوي يوم ركب فوق اللون هو يسحبه هو شنع مو شنع هو يوم شنع فوق ايش سوى شاد الجام زياده مدير باللون حول عليه ايه يا ولد بمرهم ذكرت مقطعه ايوه ذكرت شفت قسما انا قعدت 3 أيام اضحك طيب مقطع من ذكرته انا ذكرته من اللي منزله منزله العيال كلهم ضاحي والعيال في تيك توك وكل مكان في تويتر كل مكان نزلوا من مقطع اللي من المشاهير ضرب اللي كان طيب سلم يركض وضربه في الجدار زايد بن سابر لا ما ضربه ترى ما ضربه في الجدار اشطفت لو انه ضربه في الجدار فقشه اي فقشه اخ يا عيال اقسم بيت الله يعني انا قلت قلت انه تكسر جاء شيء لا لا سلم اي سلم يرجع هو شلون هو يوم كان في احد مصوره اي يا رجال صور شنعبه كذا شنعبه الخيل هاللون زين والجام شد الجام زياده هذا غلط عليه اي هذا غلط اذا شدها اي ما يقدر الشكيمه حاره اي الشكيمه اذا كانت حاره على الخيل حار ارحب الله ركاده ارحب وش الحركات وين الكشته وين كشته وش الكشته في صبه كشته في صبه صح انت شفت يسركم الله بالخير جميعا كيف الحال شو اخباركم ولو الوضع مختلف اليوم اليوم جايب لكم حلا تحلون لبى والله كبدك انا ما يحتاج حلا وانت حلا لبى عمرك انت الحلا بس الشيء الثاني هذا ما يجوز لي نهائيا وش هو لا ليه؟ ما ودي افسخ لا تفسخ تعال لا اتسف هذا يا رجال بس سنية قريب بعدين ليه ما تفسخ؟ ما ودي حتى افسخ والبس خلاص الحين ب 2024 ابو تعال والله انت تجي لا والله والله انت تجي والله هجس لك انا 2024 ما توصل اي والله خلها على رجلي تبي قهوه ساده الزينه ولا لا قهوه عربيه قهوه عربيه موظف ما قطحت من حصانك كل سبعه انا الاحسن او قطحت من حصان يا ولد الرجال جاي ربيط ربيط صليبي رباط ربيط ربيط ولا عند غيري عند ربيط انا صاير جاي رباط صليبي شوابي مهر مهر ما يعرف حتى الجاص لا طيب ليه ركبته الحمد لله الذي ألهمني الصبر وسلهني من الكلمة التي كنت سأقولها زين اسلم اسلم قد انا اركب انا اعطيك اركب عفرته اخليك تاكل مو بعرف عفرته ايه ايوه
يعني اركب واتحدى نفسي كان رجال اتحدى يطرح ركبت مرتين ركوب صعب بس اني لحولت لاني تعبان اصواقات وزين ما ادري تمشي المهم جاء ذاك اليوم احنا اسكت تكفى يوم جاء ذاك اليوم احنا عند البل قال العول تحداك تركب محمد يا رعلبة تحداك تركب يا الربع يا يعني ابو غيركم هذا ما يعرف الا ما يعرف الركوب ولا يعرف اتحداك مو عسيفه ما عسف ولا يعرف ما ظهروا ان نشط من عفاريت اشترك خالق ها قالوا يلا بنقود اهلك لين في راس العرق هناك واركب ما حد حولك ايه لا جيت بركبه عند الشبك يوم ركبوني وماسكين انا فقام يراوغ بي بيصفق بي الوايت بيصفق بي ايه وتبعدوني ويبعدون بي ولهم كاتفينه ماسكينه مثبتينه ذا الحين كل ما جيت فلوحه اعطاني موخره يبي يصقلني حق يوم جيت كل مره هو مره قلت لا طمر فكوا حذف لا سج ولا اي شيء ما ينسرق ولا شيء ما يقدر ينسرق ينسرق قدرافس الليل نهار واطمر في ظهره يا ريجي وقحص شفت بساط علاء الدين كان بساط علاء الدين احسب انه بيلمس الارض ابو حميد قسما بالله اني احسبه يمشي بالهواء وين طاق انا الحين متقطب والله ما يحذفني الا كان ينقلب ما هو بحذفني ها قاطبه برجيلي ومتقطب في رقبته وين رايح الشبك قلت الحين هذا انتحاري ام حق علم كنت بس كنت بيصفق في الوقت اي يصفقك والله يصفق بك والله اربع 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 وين رايح الشبك بيصدم الشبك يا مقبل على خلاص وصعب وحذف عمري ليتني ما حذفت عمري حذفت عمري على العمود اللي مربوط في الشبك الله يقدر الشيطان طيب ليه يوم جريت انه بيروح للشبك ما فكيت عمرك انا قلت بحذف عمري في المكان المناسب ليتك ما قلتها احسبني بيمديني يا ولد في لمحة البصر لا عند الشبك والله قلت برمي نفسي منه ليتني ما لو انا صادم بالشبكه اهوى حذفت عمري اسوق في المركز اخذ شيء هم يرد لي النساء هم عقل صدق سكرونا ثاني عشان استرد النساء يا راسي ليه صدق والله انهم يحسبوني مت صفقت في المركز كذا جسمي كذا في المركز تحضر تدري شو المركز انت خابر ان اللي يحطونها تحت القطار اي الاسود الكبير الله يقرا هذه مراكز الشبك ضميته يا الله هني اي والله العظيم عقايب وانت حسن مشي باقي طحت بخير ولا انا ان شاء الله راكبه ليه واحد من اعمامي واحد من اعمامي مكسور ظهره من يوم صغير والله العظيم اني صادق من حسن واليومك هذا ما يجلس على الارض يجلس على كرسي ظهره مكسور والله طيب اي بس نشوف الله يكفينا شر المصائب اذا تبي يعني مثلا اذا تبي تركب يعني او تتعلم فكرت ترى شوف كل شيء بسرعه يوم دخلت زد رصيدك اشوف العيال يركبون تدري ايش اللي ردني منها صغير ابني بتكلم واكسر الصمت والدنيا دروس والله ان اللي تسوي في قلبي حرام والله ان اللي تسوي في قلبي حرام عيني اللي عافت النوم من كثر الهجوس كل ما نام ما تنام كن بين الجفن والجفن لا غام مغتموس طول ليلي وانبدى الصبح لاحيت الحمام ما دخل قلبي من قلبي
تكلم واكسر الصمت والدنيا دروس والله ان اللي تسوي في قلبي حرام ولا نبي ولا نبي وجهك ظاله ولا دين غموس ما نبي لا توفي العهد الاول والسلام اقسم بيت الله يوم شفت حصانه اني انا حزنت على حال لانك داري انه اي يا ولد والله العظيم خيط تضحى تعرف شو تخيط تضحى يا اخي شفت غدك تحب اكثر من غدك والله العظيم يا رجال يا ساتر اشوف اللي يتبقى يا ولد ولع ولع الطير والخيل يروع يا اخي انا كان عندي حصان اول اللي تولع بها شوف كان عندي حصان ادهم 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 ما هو بني لا ادهم جاني هديه وما كنت ما كنت خيال ولا لي بالخيل ولا هذا بس كنت اروح المرابط الخيول عندنا يوم جاني الخيل هذا وانا اجر بدوك وانا اجر لي غرفه وانا اجر لي كل شيء وانا احطه يا ولد اركب عليه هو الخيل حار بس اني شيء بسيط اي هي اتعلم عليه وتعلم عليه والله تروح يا ولد تخيل درجه تقسم بيت الله اني اروح المس خيل ثاني ولا اروح المس حصان ثاني ولا فرس ثاني وجي عنده يا ولدي مو ضيقه بس فيها غير الخيل العربيه اقسم بيت الله مو طبيعيه يا رجال بس طيب المرحله ذي وصلت بالمرحله انه والله العظيم بالمطر اروح انام عنده ليه وكذا بس خايف لا يجي شيء اخاف عليه اخوك زين اي والله بشتر اروح اغطي فروتي وانام جنب والله اجيب راجل وانام جنب والله لين وصلت بالمرحله خلاص اندنيت ما اجي مع اهلي يا ولد ما اجي اهلي ما اشوفهم اطلع اقعد من النوم عند حصان ارجع انام اقول كذا لين ولدك ما تسوي فيه كذا والله ما اسوي تطلع والله ما تطلع وتدج وتروح لين جاء يوم من الايام صار موقف وصارت يعني حاله وكذا ورجعت انا من كانت نفس الفعاليه بارح ورجعت انا يوم رجعت يا ولد قربت عند المربط انا ما ماني خيال كل خيال اللي توني متعلم يعني زين يعني ركوبي زين حلو يوم قربنا عند المربط يا ولد هو يقوم ينافض فوق تحت احسن وانا فوق وانا مثبت عمري ابي لين دعنا دعنا وحده هنا بين ضلوعي فرجه اي يا رجال مع انه اقسم بالله من يعني من شري من جاني لين مات ما اضربه ولا الا ذيك المره ما ادري ايش جاب شلون انت مسوي اضربك ومات اسمع جيك لال ممكن من الغبنه من القهر اعطاني رفسه وانا خلاص اغمى علي ما ادري نفسي ما قمت الا في المستشفى عند اهلي ابوي موجود قلت حصاني وينه اول ما قمت تخيل والله اول ما قمت قلت حصاني وينه انا ايش جابني هنا انا يوم ضربني هنا انقطع عندي النفس واغمى علي لا ابوك يوم ارجع يوم رجعت تهلينه ميت كذا اي والله ميت اي والله انه من القهر يمكن ما ادري نو ادري وش السبب شكلك قاهر انت لا انا توقعت يرجع هو مقهور لانه ضربه اتوقع ومات من القهر لا انا لا ما يضرب ابو لا انا ما ضربته يا غبي مو هو مو ربن يا ولد في ذمه انه يروع اي عليه الحصان يعني قاسوا قوته على البشر قوه 12 رجل 12 رجل يا ولد هذا 12 رجل جبر يعني مو يا ساتر صق قلت اول قبر يا ساتر اي يا ولد الحصان يعني لو صادتك صح يذلب هو يعيبك لو انها ما صادتك صح يعيبك ولا بيدخلك المستشفى فما بالك لو صادت صح يجيب اجلك انا البل ترى فسدني والله انضربت العظم محمد مستويه ايه. البل ثلاث ايام انا بالمستشفى البل التهابتني جاني ارتجاج عوده البل ولبا اي بس رفستها والموت البل ايه بريحالي ايه ناطحني واحد من ولد اخ عمي اخوي عمي خفها ما يوجع يوجع ضربتني ترى وقتها كنت صغير والله ما يوجع والله صقلت الحصان اي والله الحصان ما نختلف بس اقول ليك بعد صبه صدق اي والله كان باقسك عون
آسف ولكن ما ضرب مثل حصان. أنا أشهد ما هو مثل الرجالي. استغفر الله يا رب. صار لي موقفين مع البل، لو انها من الخيل مت. موقف انا كان اركب الهجن عادني صغير، شفت الالي اللي يركبونها الحين يمكنني في حجمه. اي والله، ولين فيه مثل السباق العجل خنبط على طول، ولا ما قليل ذاك الوقت اللي عنده اصلا يتنايرونه، فلان عنده الي ما بعد انتشر، عاد في بدايته يجيبونه، اللي يجيبونه من برا بعد، وكم هوبه. الله الله. فلنص اللي في الموجودين معهم الاليين، ولا بما ضبط وضعه. قال تركب يا حمود؟ قلت له اركب. ما ظهره، ما هو بسباق هجن صغار. الهجن القديمه اللي قدها يسمونها قلايص، يقلصون فيها الهجن يدربون عليها. مضبوط. يعني هذا مره ضغط عالي. تب التب تب التب بيه له صالات. مضبوط. وجولات. مضبوط. ايوه، اللي تسابق كلها القلايص واطمر في ظهره اسبق من البرق. يا ساتر. ابي من ذله علي لزق رجيني، قالت ما لزقني. يا ما الفرق، انا لزقني في ظهر ذا، قال ان علي يطيح، خبر ان البلا سبوق وذل علي اني اطيح. هذا يركبك جعل ربي يرحمه، جعله في الجنه، ما في مشكله بدل البزر بزر. الله ما امشي. الله يبي يحملنا. لزقني الظاهر ثلاث مكرات اللي خلصها علي منه. اي والله. تركب ثم يلزقك منه، ليته ما لزقني. ايش صار؟ يام قاعد حم في نص انا. اي والله هتجود، ومع كل ما مغط الركب يظهره قال كذا. ما عاد شخت على تجواتي، زحفت اكثر لانها يوه يكون نزل تحت مع ما غطاه. ياك مش باطنه وتقول لي كذا امحق. الين واشقتك خذيت لي حول كيلو وانا على شقاق ويضربني بركبته. اي والله عظيم. حول كيلو هو كان يدق له طار. والله تبكي. ما من اللي قلت نفسي ابكي؟ قلت بموت انا، انتظر بس متى داور كل يوم بيفقع راسي بركبته. خبطه هنا في علباي. امحق عل. هذا عاد المذبح. اي والله العظيم. امحق عل. سنكل سنكل. والله ما عاد اقدر اضحك. انا وذا يضربني اشوف ابي هناك. ويلي على الصياح. ابي ايش سوى؟ شوفني لك وش سوى. هي على ما قالوا لقحت باسمر. اخوك يا اصلا. يا ما وصلت له. جالس يفكر بالولد الثاني. ما عاد. ما عاد بهنفس. لا دا ولا دا. حقا يا يجي ولا اركبي منه وسيقاني كانك صالخني صلخ من الحديد الحدايد اللي الهلاني يجي فيه هنا حديد حديد وهنا حديد زحفت عليها الين ايش بعض بعضها اثارها فيني شف اخ العيون اي والله شف ذا شف ذي فيه اشياء ثانيه ما اقدر اوريك اياها يعني انت لفيت اللون لفيت وصلخني حتى رجيلي منه الحين فيها هي والله العظيم يا كاني مصروخ صلخ يا ساتر هذه البل حلو ان الموقف صار لي من حصان كتلني في ساعه البل اللي كرهت فيها لحقدت والله البل يا اخي حتى لو ترفس وجهك ما انت متصور ولحقدت ترى حقدها تعرفون قصة ذاك اللي راح حتى بدأت تحسبه بالفراش وما طلع فيه. هذا يا ولد قصته حتى. هذا شاهي. استنى الله.
مريض هذا شاهي ايه صفر امشي بالسعد احب حماسه والسالفه ايه اشت 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 واحد ابو سيف وشاهي كان معي بعير البعير اللي هو الجمل ايه البحل تدري اني ما اعرف بل ما اعرف والافقه البعير يعني الذكر ايه بس شوف على عمي راعي ابن مشارك في مهرجان الملك عبد العزيز كل سنه له 4 سنوات نعم ذيب ابن حسن نعم ايه بالله معروف والله الشاوي عجبني هذا ولد عمي معروف البل حقت عمي مشارك فيها كل سنه لقيت لي بعير مع رجال في الطوقي وين البعير يا ولد شكله ولونه كل المواصفات ما تهيئ ان رعيه يفكه ايه المهم يا ما قبلت على البعير انا فليه في وسط شبك كبير مثل كذا وفي وسط الشبك الكبير مسول له شبك في نص الشبك الكبير كم سوم البعير قال سومه كذا البعير سن يعني مو كبير مره وسومه مبلغنا وسومه مو بغالي ومرتهم فيه اللي اخوي اللي معي طار خذها هذا انا اعطيها كنن واوقف واقعد اشبح في البعير من بعيد اشبح يمرتهم اشبح يعني بحر وانزل في الشبك يوم قبلت على البعير ويعطيني نظره دريت انا ليه الريجل بيبيعونه حاقد وكول شلون مكول ياكل العظم اخنو قسم بالله ريجي شوف هو واقف كذا وانا جاي من هنا حلو كيف بحر فيني كذا والله ترى نظرته قلت البعير هذا اقول لاخوي 50% مقول يعني ياكل البحر ايه 50% ولكن ما علي منه ها بغيت تاخذه خذيته والله اني ما اخذه اخذوه في ذمة اني شاري ها وانه 3 مرات بغى يذبحني 3 مرات بغى يذبحني مرت واهلي طلعنا العرب جاء لهم حق طلعه هذيك المره الثانيه بغى يذبحني ويا ولد وعرباننا كلهم يشبحون فيني ابو حميد قسم بالله اني سويني نطم فوق الدكه ويصيحون ما ادري ايش يسوون والبلا يا ولد جلغفني وانت اركض اركض يا ولد شفت الموت يركض ترى البل لا حقتك مرة بغيت اذبحه بغيت اذبح واحده من البل بغيت افقع راسه اي والله اني بغيت افقع راسه ليتك واقع لكن يا ولد معي راعينا بسم الله الرحمن الرحيم يا ولد قول ساحره يجي ويقيده ويفكه وما يسوي لنا شيء ولا يقول زول يجيكم الكلام قلت ما يدري الرجال البعير ذا لقاحه اكيد قال اكيد قلت طيب وش سبب بيعه ما علمني سكت انا عن داري انا داري فوق هذا ما اخذه خذيته والله يا نابه هنا ذا طوله اخذوه عشان كذا يقول لك نابه ذا طوله واشتري قلت في خاطري بقطع نيبانه بحط فيه خطام احس انه بيتطوع لي ولا قدرت ومنتج لاجرب منتج هي يا ولد صوره وانت لما كشفته صوره مزيو هي ما هو فاكهه احد الا العيب ذا مصيبه المصايب ما يطبعونه خلاص هو يا انه جاه الشيء ذا وهو صغير حكم الله وهو صغير حكم الله او على كبر راحت الى صار مكول خلاص ما عاد يتطبع سبحان الله الوكاد شنتبه والله خليها يوم تجمعوا السودانيين وعقلوه يا ولد اعوذ بالله يا ذا الصياح بغى يذبح نفسه انا دريت هنا انه كارثه الله يصبرني عليه ذليت منه انا وذليت على البل منه معي يا ولد باكير انت اسوا والزول لا تدل عليه كانها على حسن لا اله الا في ذمتي ذمه معي بكار يا ولد كانها على ميوبي ما شاء الله المهم
ربطناه وزيناه. قال خويه خلنا نقطع نيبان هذا الحين. قلت لا، ليتني سمعت كلامه. ونشله ونوديه البل في البر، ونزله عند البل، طقه بخطام، طقه بخطام. خطام وشو؟ خطام اللي مش خطام. خطام يا اخوي اللي ايش يسمونه في الخيل؟ الجام. 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 لا خطام، هو بالجام، ما في حديد. ما في حديد، بس كذا تنظف من وراء ذنيه على خشمه. على خشمه على ذنيه تسعة النهر. ايوه، خليه اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث مقيده. هو مقيد الحين مربوط وفي خطام. ما فكيته؟ لا ما فكيته. ابرك. كنت خليه ياخذ على المحل ويركض. يوم نزلناه بغى يقلب الدنه. لا جيت بخطمه بحطها في الخطام، عاد في ظهر الدنه ورابطينه في جنب الدنه كذا. ايه في الحديد. يوم جينا الخطمه والله يا ريجينه بغى يقلب الدنه. قول كذا. كذا ما يحقد عليك. بغى يسلحها. ها يا محمد. يا ساتر. حقد علي من ذا الموقف. انه هذا هو. ايوه فكيته ذيك العصريه. عصريته مهم مبروك. تبع البلا. وفكه يا رجل. البل وين؟ هناك. واقوم اسوقه صوب البل، اسوقه اسوقه. ما هو بيمشي كذا. كذا تحس ان في شاصي. يمشي على جنب. اخوك يا اي والله. يغتال. اي متى استوعبت انا؟ يوم قيدني مسه من العزبه. استوعبت انه يبي يشطرني. ابو حميد. اي والله. اقول في خالد هو شكو ما يومني انا اروح ارد هنا ويعود هنا. فوقفت. يوم وقفت فوقف. امحق. اي والله مقيده كذا. دريت انا الحين فانفهقت. قلت يبيني. مقيده يعني ربط رجوله. مقيد يديه. بحبل هنا. يعني ما يقدر يجري مره. فانفهقت شوي فالايام التفت علي. ابو احمد. وركض. يا ولد ما كان مقيد. الحيه تطابق كذا. ابو محمد. هو يجري. مع كل طمره ثم يقول كذا. ايه. لين دخلت تحت الغرفه. الكرفان. وقعت في قلبي ذيك. يلا جعلها الجرب. يلا جعلها الجرب. بل ايش تبو؟ ايش تبو؟ ترى حياة عمي محمد عندي. ويقول ميدي ها ما كانت. والله العظيم انك شاريه تبغي يذبحك. هذه نهايتك. اقلع الاجرب، اقلعه. قلت ابشر ابشر، خل بلتلاقح عليه وبقلعه. ابشر ابشر ابشر. ما ادري ناحي البعير ولا ناحي عمي. جعلها الجنة. السالفة ذي قبل كم سنة؟ قبل يمكن أربع. قال الراعي مالك دخل. خله علي. خله علي. يا رجل من جيت الصباح له عنده يا رجل حكك له. أخو راسه. العلم ويش؟ يقرد له ولا يتحرك. ويفكه وسط البل. يفتر في البل مبروك. لمنه شافني قرط اقرب وحده يدفع البلاء كانه يقهر يدفع البلاء والله ان كانه رجال قسما بالله انه حق دلبل كذا سبحان الله قلت انا لا صرت ماني بهنا ياكل البل قال لا عرفت انا الحين تبر ما جيت انه حاقد علي ويبي يحسر بي يوم جا ذاك اليوم وفكه وسط الشبك عصريه مغرب انت بلاك ذا العصر افكه فيه ناقتن عندي اسمها حشارة توها جايبت لها بكرة مصغر توها ما لها يمكن شهر ها مصغر هل تقول كلاها لا في جايبيها أخوك يا صبي أنا بي ناقتن حمراء عندي ثانية حلو حلو فافتر يبغي حشارة كذا أوميت عليه بالعصا بس يوم أوميت رجل ففتح ثمه كله كل ثمه يبغي يطبق على فخذها كان بيقص رجلها الله انا اتصدد من ضربته ما بيضربه لانك لأن ضربته زاد بيزيد بلا وبيحقده ايوه فاتح ثمه بيقرطها وتقعد له في يدي حديده تقعد له ورنعه على خشمه وركز راسه في السماء ويقعد يدور ما عاد شاف ابو حميد اذا الناقه اللي بغى ياكل اغلى عندي من سلالتي كلها كحب اغلى عندي من السلاله والله العظيم ساوي عندي خيول رنه ذيك الرنه يا رجل ويضيق الزول يفتن فيني الزول حتى الزول يعني ابو غير الشيطان من ناحي
زول ليه باقي يحبه يعني؟ يقول له تضربه صادق. هو صادق يا رجل. وندخله في الشبك مع الناقة حمراء. يا ليت حما دخلنا بالضربة. يوقف جنبها. هذه الناقة حسين. كيف جاها؟ جاها كذا. جاء هذا الحين لين وقف هنا. إيه؟ وين رقبتها؟ هنا. إيه؟ يديه منحرة زورة. إيه؟ كذا. أخوك يا صبي تحت الزور بالضبط رقبتها. أبو حميد يقعد أشبح فيني كذا. يا رجل يفك عمره. طاح عليه. يطيح عليها. أخ العيال. إي والله العظيم برك عليها بزورة كامل تك ضيع نسمها. الناقة الحين رابعة رجيلها تبي توقف. إيه؟ بس ما تقدر. ما تقدر. ما تقدر. باركن عليها. نضربه 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 نضربه. قسما بالله أن بكل ما أعطاني الله من قوة إلين ما عاد احتلت أرفع إيدي من الحديدة اللي معي. ما عاد قدرت أضم إيدي كذا. في وجهه في خشمه في رأسه ماتت. بقطته بقطته يا رجل. قمت أجري للغرفة وعو ما عاد أدشوا الناقة. يبي لها دقيقتين وتسلم. يا لا ما يضحك ترى يا رجل شكله والله يا رجل قاطع اللي منتشره اني اضربه اضربه ما في حيله. وانطلق الغرفه والقى الجنبيه واعود وادور واروح الموتر واخذ السبته ما يمدي. قلت بروح اطعنه والله لا طعنه. انطلق عليه ادخل عليه. انا حاطن عليه شبك فيه تور لازم تدخل مع الباب. ايه ادخل عليه مع الباب لان ناقه قيدها تنخر بتموت. يا دفع البلاء. رافعتن عراقيبها ويعني واقفه الحين من ورا بس. اي والله كذا. وهي ورقبتها رافعتن ذلها كله والمقدم بتموت خلاص. يوم قبلت عليه كذا ناوي اطعنه. ويقوم بط شيء يقوم بطعنه بقط راسه. يوم قبلت عليه يدخل الشايب جعله في الجنه. انت خابر ان الرواق حق الخيمه إيه؟ ما يجي في عصي لا ياخذ وحده منها. هو تسوى له لا ما ضربه. ساقها في خشمه حي. ساقها كلها في خشمه. والحد اللي تضرب من الصبح وين راحت؟ انه جاه جاه جا ما يخليه يقوم. ما يخليه يقوم. يا ولد ما طرت علي ذي. ما طرت علي. ايه انت من الخوف. يا ولد انا اختلفت اختلفت وزني كامل. لا ما مات. اختلفت وزني كامل يوم شفت الناقه دريت انها بتسلم تموت. وهذه هي اللي هو مقعد عليها مبرك اللي بيذبحها. مضبوط ما كان مبرك اللي كان اللي تغليها. من البل بعد يا ولد. لكن قهرني زين انه ما راح اللي تغليها. يقوم العود يسوق العصافير برك. فلا يوم تحرك يوم تحرك نمسك ذيلها وننتقها من تحت. تحركت شوي قامت. وخم عمره يبغيها مره ثانيه. يا رجل واضربه واضربه واضربه. ظهرت منه وجهه كله يصب دم. عقبها قسما بالله اني ما انزل في المراحل اللي هو فيه. انه طاردني مره لي ركبت في الوايت. تخابر الغليون الاسود الويت ما يجي فيها غليون. لا 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 انه ماك عن الغليون من الحسره. يا درى انه ما هو قادر مين. ركبت لين دخلت في الوايت سكرت علي. يضرب راسه في القزازة. يضرب الباب. أنا أشهد أن نبيعك هذا باللي هيبه. هذا حقد. ومرت عند الغرفة ظهرت شادين. جات البل ما دريت بهم. أنا عند العزبة وأزين وأحط في وصلة البل ما دريت. هو ما فلين قدني بينه بين السكاية موتري وبين الغرفة. فليه ذاك جاني يقول كذا مرخي راسه منزل راسه. يا صبي. إي والله. هنا خلاص أدر أنه خلاص ناوي. نزل راسه كذا ومقبن علي. ناصيك. فو سبرنت للسكايا. الين جيت ورا السكايا في يقوم ندور نقطع الفار. اي والله وركب السكايا يجي يجي قدام السكايا ينطل صدره على كبوت على الكبوت. باب 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 اعطيه ار واخرط والده والديه وليه معي 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 وفره كذا بيدز. ايه امسك الرفرف اللي ورا والله يا صدام انه في ذمه. اخ العوه. اي والله انه ماك عند الصدام. يا دفع البلاء. شيط الصدام في ذمه وماخش الرفرف اللي وراه على القزازه كذا شخطه واحده شيط. لو قضبني ذبحني اكيد والله. يقرطك يوم جت حيرانه جعلها الجرب تو. يا
كذبتك. اي والله. ولما انه راح مع البل لكنه رجال. ولا شافك. هو سلاله انا لا شافني. ايه. حقده علي بس. ولا دبرته وسط البل اشبح فيه من بعيد ودربل عليه، قسما بالله العظيم كانه رجال. اتحدى حد يدخل وسط البل. حيوان، انسان، موتر، اقرب. جا. على طول ينزل ذا الراس ومدد. طيب وين وش سويت بالحين؟ خليه يروح جعله مرة. عاده موجود ولا لا يا رجال؟ بعتوه. بعت ابوه. بعته بنفس المبلغ اللي شريته فيه ولا اكثر؟ بعت البل كلها يا رجال. لا. ايه. راحت. ليه؟ انجبرت في وقت ما من الاوقات. ربي بيعوضك. ما عاد اقدر، ما عاد اقدر يعني اقعد عندها. نبي فعاليات مسكينه نجي نطالع ويركب والله. لا تبي فعاليات بران؟ اي في والله. والله؟ اي والله. متى اليوم بالليل؟ هذا اللي حاضر وحاضر. اسمع حق الحيوانات. ايه. لا في يعني لا يعني مثلا ها؟ السالفه ذي والله والله انا ترى والله حياتي انا عباره عن افلام. افلام سبحان اللي محييني الى الان. اجل لو اعلمك اني اي والله اني رامي يا اخي منصور بالبندق براسه. بندق والله العظيم اني صادق. وقلت السالفه ذي فزت رصيدك. كان مطر يا محمد. محمد قلت السالفه ذي فزت رصيدك. طيب يعني الله ستر عليك هنا الدوله الفضيحه مره ثانيه. لا عادي الكل يدري. والله العظيم اني صادق. صح يا رجل. والله العظيم يا محمد اني صادق. رامي لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص خاف كراك تحلم. اكيد انك تحلم جانبك ابو حماس. صب لي لها تبي شاهي ابو تكفى تحلم. الله يرحم والديك. الله يخليك لي. تحلم ودها تقول حقيقة. تكفى تحلم. تكفى قول تمثيل يا عوال. كم ما دانيه ذا. انا عاشقه. لا تكفى. طيب جرب. والله اني كان من شمالية. قسم بعت الله اني والله اني كان من شماليه وطحت فيه طيحه. والله ما يجوز يا ابو. الله يديم النعمه يا رب العباد. وش هذا؟ ورق العنب. تدري يا عز وليهون الربع اني قد غرست على الوايت. انكسر السحاب اللي في الغرفه اللي مشبوك في الوايت. انكسر يعني اي حركه بتطيح الغرفه في الارض. وغرس الوايت والساعه 10 الصباح ولا عندي ارساله في رمضان. يلا فرق العين. تدري متى طلعت؟ الساعة 2 الظهر. الساعة كم غرست؟ غرست 9 الصباح. لعلك بالخير. شلون طلعت؟ طلعت. جوني العيال احنا شادين هم يمشون مع البل. قلت امشوا مع البل هم خابرين المكان. وانا بس بكم. انتم امشوا انا بقفض باقي الامور. امشوا البل سرحت. ايوه بس بلحقكم. اي البل سرحت بدري الحين. ايه قلت اقعدوا روحوا. الامور باشلها انا. بضبط وبلحقكم. انتم خابرين المكان قالوا قلت روح. يوم شباب الابليس واروح مع درب الناخر مهم خابرينه فيه مثل النزله كذا وطلعه اثر الغرفه ما عادوا ماسكها شيء. نفود يا ولد حديد تم ما تذكر هي اللي باقيه ماسكه النرحه. طيب ايوه حولت وفيها الارسال ينقطع. تحولت مع ذيك الهويه يوم قدها مرتفعه فخم الوايت. يوم خميت يا ولد كانك داقه في الارض. برك ما عاد يهز لا قدام ولا ورا. ادفع البلاء يا ولد. يوم حولت للرحى منكسر منه من الغرفه. ايه ومسوي كذا يوه كذا دازن الوايت في الارض. ألحق ورافع نزق من الغرفه. ولو الوايت تحرك شوي طاحت الغرفه الارض. ايش سويت؟ اي قلت بيعودون اكيد ذيابه اخوياي ذيابه بيعودون مكاننا وبيتبعون اثري. حلو بيشوفون انت وين؟ بيشوفون طريقي لما فقدوني. اقل شيء بيرجعون مكان اللي شدنا منه ويشوفون يتبعون طريق. الله الله صح. ايوه اثر كله منه. يا سيدي واخذ لي ساعه قد ما نسمت كفراته. الحين مصيبه في ذا البلاء. الغرفه اي الغرفه هو يوم ايست منهم وانزل عفريته وانزل الخشب واحطها تحت واقوم ارفع الين سويتها. سويت الحديد. سويت اي الحديد واجيك انت خابر السبت دي اللي تربط كذا بحديد. وتيتها منه وتيتها منه وتيتها منه وصاي. لو معي عيشه افطرت. في رمضان. في رمضان.
ايام بغيت اموت يبست كبدي ما في ماء ما في ماء الا معي الوايت ايام يبست كبدي انا استلموت افتح الماء مال الوايت هماجن هماجن وتشربه والله اني شربت اجغط اجغط اشتني جغط وصوقفوا عندي الساعه 2 قد مخلص من كل شيء وقد الشمس صاقعتني جيتني ضربه شمس وانبطحت تحت الوايت ما عاد ابي لا شد ولا روح اللي بيلقاني يلقاني الساعه 2 الظهر جوك 9 الصبح جوك اي والله يا اليوم الثاني انبشرتي كان لاحقني حريق انها متقرشه تقرش اي تحرقك من الشمس نجحت لو انك حاط بيضه انقلت عمري على اني اشطبه ودي اخذه يوم اشطبه اصب لك لا بس بس تحسبي ايه والله اني راعي بران ترى يا ابو حسن والله اي والله لا واضح في ذمتي بس باخر فتره مع صوت اروح البر ابدا ناخذ البر بس بران وما بران تبي والله العظيم يا ابو حسن دنيا ابو حسن والله العظيم اني مخلص من مزاين البل مرجع الملك عبد العزيز شفت واني عودت عقبها اليوم اللي عقبه اول يوم قبل الحلم اللي قبل زد رصيدك اني تالها من البر جاي وعلى طول دخلت القناه هذا ما هو بر يا حلو لا انا ما اقول ميديك انا اقول ميديك على اخر مره رحت اذا ماني ما رقلت يعني اربع ايام اذا ما رقلتك اسبوعين ثلاثه ما تشد وانزل شوف والله قبل ايه الحين والله انه من زمان ترى مع هيا ابو حسن من زمان ما رحت البر ترى رفيق قال لي احضري شد معنا انصدم من الوضع يقول يا ولد انتوا ايش انتوا اغبياء قلت له يقول كل يوم تزينون الشاب كل يوم ثاني تشلونه لا 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 طيب خلها كذا كيف انصارحه قسم بالله يا ريجني ضحكت وانا ضايق قال كل يوم كذا يا ولد تركبون الشاب كل يوم ثاني تشلونه تشدون شديد عنا لكن اقسم بالله انه احلى ايام حياتي اي متى تستمتع طرب يا اخي وناسه الى متى نفك الشبر قلت الغالة استغفر الله قبلت مع ذي في بسرعه افتح مسافه مو بلاقص هذا لا مو هو لا بس في واحد جبته ذاك اليوم يا حلو اللي جابها